هل يمكن أن تنجح ديمقراطية جاءت على ظهر دبابة؟ منذ حصول البلدان العربية والإفريقية على استقلالها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عجزت هذه الدول بشكل عام في التأسيس لنماذج ديمقراطية ناجحة يتم فيها انتقال سلمي للسلطة واحترام للدستور وللتعددية، إذ شهدت في كثير من الأحيان العديد من الانقلابات العسكرية التي غالبا ما يصحبها سقوط العديد من الضحايا. لكن هل يمكن أن تأتي الديمقراطية على ظهر دبابة؟ في هذا الفيديو سنتطرق إلى ظاهرة الانقلابات الديمقراطية والتي تعني استلام الجيش للسلطة، ولكن عوض احتكارها والسلطة والسيطرة عليها لضمان بقائه على رأس الحكم كما يحدث في الانقلابات العسكرية عادة، هنالك نماذج لقادة جيوش احترموا قواعد الديمقراطية وسلموا السلطة للمدنيين وعادوا للثكنات العسكرية. نأخذ على سبيل المثال مالي، ديمقراطية ناشئة أضعفها تحدي التنمية. عاشت مالي تجربة ديمقراطية نادرة في الساحة الإفريقية، إذ كانت قيادة الجيش هي المبادرة بالتحول الديمقراطي وتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انقلاب عسكري سنة 1991. بعد أيام من المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد، قام مجموعة من الضباط بتنحية الجنرال موسى تراوري من رئاسة الدولة بعد 22 سنة من الحكم. الرئيس المالي كان قد ارتكب الخطأ بأمره بإطلاق الرصاص على الطلبة المتظاهرين، مما أدى إلى قتل المئات، وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي انتهت بإزاحته من طرف مجموعة من ضباط الجيش. وقد تعهد قائد الانقلاب النقيب أمادو توماني توريه بأن الجيش لن يتدخل في السياسة، وأنه سيعود للثكنات فور إقامة عدالة اجتماعية وديمقراطية شاملة. من المؤكد أن مثل هذه الأحداث قد تكررت في العديد من تجارب الانقلابات في البلدان العربية، حيث يقدم الجيش على إزاحة رأس النظام ليستلم الحكم بدلا عنه ويقطف ثمار الثورة الشعبية. لكن المفاجأة التي صنعت الاستثناء المالي حينها كانت انسحاب النقيب أمادو توماني توريه بالفعل وتسليمه السلطة للمدنيين. قامت الحكومة الجديدة بتشكيل مجلس تأسيسي شاركت فيه مختلف الحساسيات والقوى السياسية والاجتماعية، وأقرت دستورا جديدا لمالي كانت أبرز معالمه تحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المثير للانتباه كان الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للسلطات المدنية في كل إقليم لتكريس اللامركزية، وقد فاز برئاسة الجمهورية في أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مالي سنة 1992 الصحفي الذي قاد النضال الديمقراطي في البلاد ألفا كوناري. من المؤكد أن تجربة الانتقال الديمقراطي في مالي شابه الكثير من العوائق والعراقيل، لكنها شهدت لأول مرة سنة 2002 تسليم السلطة من رئيس سابق إلى رئيس جديد بطريقة سلمية وبدون انقلابات أو وفاة في المنصب، مما شكل سابقة فريدة من نوعها في القارة الإفريقية وسلط الأضواء على التجربة المالية. ويرجع بعض الباحثين ذلك التفرد المالي في الانتقال الديمقراطي إلى تاريخ البلد الحضاري، فقد كان في فترة سابقة أحد أغنى وأكبر الممالك الإفريقية. ففي سنة 1307 استطاع منسا موسى توحيد العديد من القبائل والسيطرة على مساحات واسعة من منطقة غرب إفريقيا ليؤسس مملكة مالي التي كانت إحدى أقوى الدول في القارة الإفريقية من خلال الثروات المعدنية الهائلة التي كانت تمتلكها والذهب خصوصا. ويرجع بعض الباحثين نمط الحياة اللامركزي الذي يعتمده الماليون إلى فترة حكم منسا موسى، فبعد توحيده للقبائل وانتصاره عليهم، تقول الأساطير أنه جمع قادة هذه القبائل وطلب منهم إلقاء رماحهم في الأرض تعبيرا عن الإذعان له، وبعد أن فعلوا أعاد إليهم رماحهم ونصبهم أمراء على قبائلهم تعبيرا عن الحكم اللامركزي الذي ستتمتع به مالي خلال فترة حكمه. لكن هذه التجربة ستتلقى ضربة موجعة من خلال انقلاب مجموعة من الضباط على الرئيس المنتخب أمادو توماني توريه سنة 2012، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء ولايته، لتدخل البلاد في حالة فوضى في ظل سيطرة الانفصاليين الطوارق على شمال البلاد وانتشار الحركات الجهادية المسلحة. لكن اللافت في التجربة الديمقراطية في مالي هي أن انقلاب سنة 2012 لم يلاقي صدى كبيرا في أوساط الشارع المالي الذي بدا غير مكترث كثيرا. ويرجع المحللون السبب إلى أن النظام السياسي، ورغم كونه جاء من خلال انتخابات ديمقراطية،
عجز عن تكوين طبقة شعبية تدافع عن هذه القيم، فقد فشل فشلا ذريعا في تحدي محاربة الأمية التي تبلغ 28%، بالإضافة إلى مشاكل البطالة الكبيرة وانعدام التنمية، وهو ما أدى بالتجربة الديمقراطية إلى الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة منها في الأساس. هذا ينبغي الإشارة إلى معيقات اقتصادية وتنموية شديدة القسوة قد تكون ساهمت في إفشال التجربة الديمقراطية في مالي، فالدولة الإفريقية تعد من بين 3 أفقر دول على سلم الأمم المتحدة، إذ تصل نسبة الفقر في عدد السكان إلى 68%، بالإضافة إلى كونها دولة حبيسة أي لا تطل على الساحل. ومالي من بين أكبر البلدان الإفريقية مساحة، إذ تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، لكن ثلث هذه المساحة هي صحراء قاحلة. موريتانيا، إجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها. مثلت التجربة الديمقراطية في انتخابات 2007 بارقة أمل في العالم العربي وحالة فريدة أخرى من أنماط الانقلابات الديمقراطية، لكن هذه التجربة سرعان ما آلت إلى الفشل بعد الانقلاب عليها من طرف الجيش، ليستلم زمام السلطة مرة أخرى ويحافظ على مكانته باعتباره لاعبا رئيسيا في الساحة السياسية منذ انقلاب 1978 على الأقل. يؤرخ الباحثون لمرحلة الحكم العسكري في موريتانيا سنة 1978 حين جرى انقلاب قام به رئيس أركان الجيش وأطاح بالرئيس المدني مختار ولد دادة، وذلك في خضم الحرب التي دخلتها موريتانيا على إقليم الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين شهدت موريتانيا عدة انقلابات عسكرية، وأصبح التنافس على السلطة محصورا بين الجنرالات الموريتانيين. منذ سنة 1991 بدأت بعض عمليات الإصلاح المحتشمة على يد الجيش، إذ أقر النظام بالتعددية الحزبية مع انفتاح نسبي في الفضاء العام وانتشرت الصحف الحرة. ويرجع الباحثون هذا الانفتاح إلى جملة من الأسباب، من بينها ضغوط فرنسية من طرف الرئيس الفرنسي ميتيران الذي ربط بين الديمقراطية والمعونات المالية الفرنسية للدول الإفريقية في قمة لابول سنة 1990، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية داخلية وأخرى جيوسياسية خارجية. لكن المنعرج الحاسم كانت الانتخابات الرئاسية لسنة 2007 التي جاءت بعد انقلاب إعلي ولد محمد فال سنة 2005 على الرئيس ذي الخلفية العسكرية معاوية ولد الطايع، ووعد بتسليم السلطة لرئيس منتخب من طرف الشعب بعد مرحلة انتقالية تستمر سنتين، وهو ما تم بالفعل، إذ أجمع المراقبون الدوليون على نزاهة انتخابات الرئاسة سنة 2007، وشكلت بارقة أمل في الساحة السياسية الموريتانية بوصول ولد الشيخ عبد الله كأول رئيس منتخب دستوري وديمقراطي منذ استقلال موريتانيا. وعكست نزاهة الانتخابات جدية النخبة العسكرية الموريتانية في تنفيذ الإصلاحات التي باشرتها منذ التسعينيات والانسحاب ولو جزئيا من الساحة السياسية الموريتانية. لكن هذه التجربة الديمقراطية جرى إجهاضها في حالتها الجنينية بعد سنة واحدة من خلال انقلاب محمد ولد عبد العزيز، وهو الحدث الذي يصفه الباحثون بأنه كان انقلاب على روح التغيير وعلى جوهر الديمقراطية الناشئة، وعلى صناديق الاقتراع أكثر منه مجرد رغبة في تنحية رئيس أو أشخاص بعينهم، في إشارة إلى خيبة الأمل الشديدة التي من إجهاض التحول الديمقراطي في بدايته. ومنذ ذلك الحين ما تزال المؤسسة العسكرية تحتفظ بالموقع الأهم في المشهد السياسي الموريتاني، إذ تحولت الانتخابات في موريتانيا عملية مغلقة ويجرى من خلالها تداول السلطة بين قادة المؤسسة العسكرية فيما بينهم. السودان، انقلاب ديمقراطي أفشله المدنيون. يقول البروفيسور بيتر فيفر المختص في العلاقات المدنية العسكرية في وصف الانقلابات العسكرية: نفس المؤسسة التي أنشئت لتحمي الحكم تعطي ما يكفي من السلطة لتصبح محل تهديد لنظام الحكم. لعل أشهر تجارب الانقلابات الديمقراطية في الوطن العربي هي تلك التي وقعت في السودان سنة 1985، فبعد 16 سنة من حكم الجنرال جعفر النمبري الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري سنة 1969، خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم أثناء زيارة له إلى واشنطن الأمريكية، وجاءت هذه الثورة الشعبية على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي عاناها السودان
طوال سنوات السبعينيات ومطلع الثمانينيات، نتيجة انخفاض أسعار النفط من جهة، ومحاولاته المتكررة لرفع الدعم عن السلع الأساسية تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية من أجل الحصول على قروض مالية. في ضوء هذه الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، قرر قائد الأركان حينها عبد الرحمن سوار الذهب الإطاحة بالرئيس جعفر النمبري وحل الحكومة وجهاز أمن الدولة، وتقرر إنشاء مجلس انتقالي عسكري في 6 أبريل، ووعد بتسليم السلطة للمدنيين خلال مدة محددة بالفعل. أطلقت السلطة بقيادة سوار الذهب سراح المعتقلين السياسيين من السجون، وعادت الحياة الحزبية والصحفية لمختلف التوجهات السياسية. ورغم الأزمات المتعددة التي كانت تشهدها البلاد وأتون الحرب الأهلية، توجت المرحلة الانتقالية بعد أقل من سنة بانتخابات برلمانية ديمقراطية عرفت نسبة مشاركة بلغت أكثر من 70%، لتتوج هذه المرحلة بانتخابات برلمانية سنة 1986 فاز بها حزب الأمة برئيسه الصادق المهري ب101 مقعد من أصل 260. بعد إعلان نتائج الانتخابات، جرى تحالف سياسي بين حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي ليقودوا الحكومة، وبذلك انسحب العسكريون بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب من الساحة السياسية مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، وجرى تسليم السلطة للمدنيين. لكن هذا التحالف الهش سرعان ما انفجر في عدة مناسبات، ودخلت الأحزاب المشاركة في الحكومة في صراعات حزبية ضيقة مقابل أزمات داخلية اقتصادية وحروب أهلية متفاقمة، وهو ما أدى بالتجربة الديمقراطية إلى الفشل بعد سيطرة ضباط في الجيش بقيادة عمر البشير على السلطة مجددا، وذلك بالتحالف مع الحسن الترابي رئيس الجبهة الإسلامية القومية.